رجعنا لكم، مازلنا مواصلين معكم في الشارع التونسي حتى النص نهار. سجل الوطني لمؤسسات أطلق خدمة جديدة وهي ترجمة مضمون من السجل. كيفاش نتمتع بالخدمة هذه؟ معنا بالتليفون مدام عفيف أبو بكري، مكلفة بالاتصال والإعلام بالسجل الوطني للمؤسسات. مرحبا بك، صباح النور على إكسبريس أف إم. مرحبا أسامة، نسلم عليك ونسلم على مستمعي إكسبريس أف إم الكل. كيفاش نتمتع بالخدمة هذه؟ أي صحيح أسامة، خدمة جديدة أطلقها السجل الوطني للمؤسسات وهي خدمة ترجمة مضمون من السجل إلى اللغة الأجنبية. حاليا الخدمة هذه متاحة باللغة الفرنسية والإنجليزية، انطلقت من 2 جوان 2023 نهار الجمعة اللي فات. جاءت الخدمة هذه في إطار الاستجابة لمطالب السفارات والتمثيليات القنصلية والشركات الأجنبية، نظرا لطلب الخدمة هذه الكثيف على الخدمة هذه، وبطبيعة الحال تسهيل المعاملات الاقتصادية الأجنبية. خلينا نرجع شوية أسامة على كيفاش نتمتعوا بالخدمة هذه. يكفي أنه طالب الخدمة يدخل على موقع ويب سجل home.registre-entreprise.com، يتلشارجي مطلب ترجمة مضمون من السجل ويقوم بتعمير البيانات الكل، ويهزوا الأقرب مكتب للسجل اللي موجودين في 24 ولاية، وبعد 48 ساعة يتحصل طالب الخدمة على مضمون من السجل مترجم إلى اللغة المطلوبة. وهنا نحب نأكد أنه يحمل الختم المادي يعني الكاشي العادي، في انتظار أنه تولي الخدمة هذه إلكترونيا 100% كما عوض السجل الوطني للمؤسسات كافة مستعمليه بالخدمات الرقمية. حاجة أخرى نحب نعرج عليها أسامة، أنه كيف الخدمات اللي وفرها السجل بما فيها خدمة الترجمة جاءت باش ما تعطلش كما قلنا مصالح المستثمرين والمتعاملين الاقتصاديين معه كما سبق وقلت. وبطبيعة الحال الخدمة هذه تخضع لإطار قانوني حسب الأمر المتعلق بالمعاليم اللي يحدد معلوم الخدمة هذه ب 20 دينار. 20 دينار هو يقول قائل تو الناس اللي تسمع فيني، يقول خدمة جديدة هذه، معناتها هي بلاتفورم ابليكاسيون، شنو بالضبط معناتها النوعية متاعها؟ هو مش بلاتفورم، يعطيك صحة على السؤال، إن كما قلت إنه طالب الخدمة باش يتسلم وثيقة مضمون باللغة، مضمون من السجل باللغة الأجنبية عليه الكاشي، في إطار إنه نخدمه بلاتفورم خاصة في إطار إنه ينجم يتحصل في الأخير كما نتحصلوا توا على مضمون من السجل باللغة العربية، باش نتحصلوا على مضمون من السجل بلغة أجنبية يحمل الكيير كود باش يكون إلكترونيا 100%. أما نظرا لكتابة الطلب عليها الخدمة هذه ولينا سرعنا شوية في الإجراءات، عملنا مصلحة ترجمة خاصة هنا جست يصبروا معانا شوية لخيين، إنه بعد نهارين يرجعوا الأقرب مكتب للسجل لهم ويهزوا المضمون مترجم بالكاشي. واضح. الترجمة أنت قلت العديد اللغات مدام عفيف أبو بكري، لغات معناتها نحكيو قداش من لغة معناتها، ولا فما زوز ثلاثة لغات منحصرة؟ يكون فما اللغات الكل، أما حاليا اللغات المتوفرة هي الفرنسية والإنجليزية. وتصور التعاملات متاعنا نحن كتوانسة الأكثرية بزوز لغات هذه ديجا؟ أكيد نتطور، أما إذا كان فما طلب آخر بلغة أجنبية أخرى نحن في الخدمة كما قال. خبيا، سؤال أخير مدام عفيف أبو بكري مكلفة بالاتصال والإعلام بالسجل الوطني للمؤسسات. دونك اليوم يظل لي الديجيتال البلاتفورم وغيره معناتها، وأنت تعرف معناتها مختصة في الاتصال والإعلام، معناتها مهم برشا في وقتنا توا لتسهيل معاملة هذه. هذا مش غريب على السجل الوطني للمؤسسات، فهالإسامة خاطر أغلب الخدمات اللي وفرها ويقدمها السجل الوطني للمؤسسات للمتعاملين معه هي إلكترونية على غرار حجز التسمية الاجتماعية، إيداع القوائم المالية، لماتريكولاسيون أونلين، زادة تسجيل مؤسستك
في ظرف 5 دقائق كله إلكترونيا. يعطيك الصحة مدام عفيفة. في الأخير لو تسمح أسامة، جيت نحب نعرج ونذكر طالبي خدمة ترجمة مضمون من السجل أنه تعمير البيانات لازم يكون دقيق، لأنه باش ما يكونش فما أخطاء بعض، وخاصة في الأسماء الموجودة على مضمون السجل. وكما تعرف نقطة مهمة، الأسماء كما باش يكتبوها في المطلب كما باش يلقوها على المضمون مترجم باللغة المطلوبة. معناتها الخاطر لازم كل شيء يكون بدقة عالية، الإنسان يثبت معناتها قبل ما يكتب، خاصة الأسامي. يعطيك الصحة، شكرا لك مدام عفيف أبو بكر، مكلفة بالاتصال والإعلام بالسجل الوطني للمؤسسات. كنا نحكيه على خدمة جديدة وهي ترجمة مضمون من السجل، وهذه حاجة جديدة بالنسبة للسجل الوطني للمؤسسات. راجعين معكم شوي آخر بعد الفاصل، وراجعين في الشارع التونسي حتى نص النهار.